بسم الله نبدأ. يلا يا ابو هاني نادل الطلاب. اليوم سجل اليوم تعالوا بيتمر. يلا يا شباب يلا سألت اليوم ما هو الصحابي الذي اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم بناء الخندق في غزوة الأحزاب؟ سليمان الفارسي رضي الله عنه. أحسنت. يلا ضيفه إيه خذ واحدة متغلطة. ابو هاني جاي يقول لك ما هو الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟ أحسنت. يلا ضيفه يا أبو هاني بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر. ما معنى الكوثر؟ نهر في الجنة يحفه اللؤلؤ المجوف وطينه المسك. أحسنت. ضيفه يا أبو هاني. يلا خذ. أحسنت. ما هو الغار الذي احتمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة؟ غار ثور. أحسنت. يلا ضيفه يا أبو هاني. ما هو الصحابي الذي أمره أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. أحسنت. يلا ضيفه يا أبو هاني. أحسنت. شلون التمر يا أبو هاني؟ زين؟ كويس. يلا ضيف الله الطلاب كلهم كل واحد تمرة يلا. الله حي ابو هاني. الله حي. الله حي. احسنتم. الله حي ابو هاني. هذا ما شاء الله.